ايش اللي صار معايا، انا اللي صار معايا باقي البنات طلعت على المدرسة ما لسه ما طلعنش، ما استفقنا الا الخبط بقوم الخبط بقوم، فالبنات ما راحنش على المدرسة ضلن، فاحنا ضلينا في البيت يعني بيجي ما طلعتش انا دغري، كناين طلعت مع الصغار وانا ضليتني انا وابن الشاب واولاد جيراننا يعني هيك وسلاف ودار سلفي، وبعدين لما قعدنا بيجي 7 ايام صار الخبط جامد جامد، طلعنا نزحنا وين على البلد على الصحراء في دار عمي ساكنين في البريه، فهنا استهدفوا كمان واحنا غاد استهدفوا البريه، نزحت وين رحت على ابو زيتون، لما طلعنا ابو زيتون برضو قعدنا في ابو زيتون بيجي 8 شهور، وبعدين خشت اليهود ابو زيتون وبرضو طلعنا ونزحنا على الشيخ رضوان، بعد ما اجت الدبابات ورانا وخبطت وعملت وساوت شردنا بدون اي حاجه لا اواعي ولا اي حاجه، شردنا بس ايش بس ناخذ الاطفال ونطلع يعني، احنا هذا اللي صار معانا هي، ونزحنا على الشيخ رضوان، بعد نزحنا على الشيخ رضوان نزحنا عودنا جينا على ابو زيتون، بعد ما نزحنا كمان مره على ابو زيتون رجعنا هنا على بيوتنا، لقينا بيوتنا مدمره، بيوت ابن الاثنين مدمره وداري لا تصلح للسكن، بس برضه عايشين تحت الركام، احنا عايشين تحت الركام وين بدنا نروح؟ لا في مأوى ولا في حاجه، وهينا الله اعلم انا بعيل بيجي 20 نفر، اولاد اولادي اولاد الشهيد واولاد ابني الثاني مسافر، وبعيد بناتي وبروح بحط بجيب حطب وبجيب بحط، ما فيش حد فيش زلام فيش الا انا ضليت بعد ما استجت ابني الله يرحمه يجعل متواه الجنه يا رب، يجعله في الفردوس الاعلى يما، الهه انت جاه يا رب.